رحلة حياتنا تشغلنا العديد من الأسئلة الخاصة بأنفسنا والمحيطين بنا، مثل ماذا نريد؟ وكيف نفكر؟ ولماذا يتصرف الآخرون بهذه الطريقة؟ هنا يأتي دور كتب علم النفس التي ترشدنا وتنير لنا الطريق نحو الوعي النفسي الصحيح، وتكشف لنا الكثير عن أسرار النفوس الغامضة. وقد تعددت كتب علم النفس سواء المصرية أو العالمية التي تتناول بالرصد والتحليل كل ما يخص أمور حياتنا. ومن أهم وأشهر هذه الكتب كتاب تفسير الأحلام لسيغموند فرويد، وفي هذا الكتاب يقدم فرويد شرحاً وافٍ لنظريته العقل اللاواعي وتأثيره على السلوك البشري، وكتاب الذكاء العاطفي لدانيال جلومن. ويركز هذا الكتاب على أهمية الذكاء العاطفي في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجالات العمل أو العلاقات الإنسانية وغيرها. ويؤكد الكتاب على أن الذكاء العاطفي هو المفتاح الرئيسي للنجاح في الحياة. ومن كتب علم النفس العالمية والهامة أيضاً كتاب أشهر 50 خرافة في علم النفس، ويتناول مؤلفو الكتاب 50 خرافة عن علم النفس بالدراسة والفحص. وعلى الجانب المصري نجد أيضاً العديد من الكتب، مثل كتاب أسس علم النفس للدكتور عبد الستار إبراهيم، الذي يوضح من خلاله أهم الأسس التي تحكم السلوك الإنساني ومراحل تطوره المختلفة، وكتاب إنسان بعد التحديث للكاتب الدكتور شريف عرفة، ويهدف إلى وصول الإنسان إلى مرحلة الارتقاء البشري، بالإضافة إلى مؤلفات الدكتور عادل صادق مثل كتاب أسرار في حياتك وحياة الآخرين وغيرها. وسيظل الإنسان بأفكاره ومشاعره وسلوكياته محور اهتمام الكتاب والباحثين النفسيين.